الو، ان شاء الله تكونوا منيح. معكم ماريا الحاج، سبيتش ثيرابيست ات هوب ابليتيشن ميديكال سنتر. قصدت اليوم بلش الفيديو انا عم بخلط بين اللغتين الانجليش والعربي، لانه اليوم رح نكون عم نحكي عن بايلينجوالزم، يعني ثنائيه اللغات او تعدد اللغات. كثير اوقات بنسمع الاهل بيقولوا لنا ابننا تاخر بالحكي لانه حكيناه بلغتين، او نحن ما رح نحكي مع ابننا بلغتين كرمال ما يضيق. هل هذا شيء مزبوط؟ لا. ليش؟ لأن الولد بيخلق بقدرات ذهنية وفكرية بتخوله إنه يكتسب ويتعلم لغتين أو أكثر بذات الوقت. هلأ أكيد في ميزات نحن كتير بنشوفها عند الولد اللي بيكون عم بيسمع أو عم بيتعلم أكثر من لغة، وهي كتير طبيعية، مثل كود سويتشينج أو تبديل اللغات، يعني الولد بيقدر يستعمل بذات الجملة أكثر من لغة، أو إنه كمان يكون عم بيطور مهاراته بلغة أكثر من التانية. هلأ بعض النصائح اللي أنا بقدر أعطيكم إياها كأهل تستخدموها مع ابنكم إذا عم يتعلم أكثر من لغة، هي أول شغلة إنه ما تستعملوا أنتوا مع الكود سويتشينج، يعني نجرب إذا نحن بلشنا الجملة تبعنا بلغة معينة نكملها للآخر بنفس اللغة. ثاني نصيحة هي إنه إذا الولد مو استعمل الكود سويتشينج، يعني بلش جملته بلغة وآخر كلمتين أعطاكم إياها بلغة ثانية، جربوا ترجعوا تردوا عليه وتعطوه هالآخر كلمتين باللغة الأولى. مثلاً إذا قالكم بدي أكل أبل، تقولوا له أوكي رح نعطيك تفاحة. ثالث نصيحة هي إنه ولا مرة نوقف الولد وهو عم يحكي كرمال ما جبره يرجع يستعمل لغة نحن بنلاقيه إياها. ورابع نصيحة هي إنه أنتم ولا مرة تجبروا حالكم تحكوا بلغة معينة، دائماً حكوا باللغة اللي أنتم بتكونوا مرتاحين فيها أكثر، لأنه بهيك اللغة رح تكونوا عم تعطوا تحفيز اللغوي بأعلى جودة. Thank you for watching.